السلام عليكم، ازيكم الشباب؟ هنبتدي في المحاضرة رقم 2. طبعا احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن عملية الفيرمنتيشن، ان هي بتحتاج ميكروبس او مايكرو اورجانيزم زي اليست او البكتيريا او الفنجاي عشان تقدر تعمل هذه العملية. اذا يعتبر فيرمنتيشن بيندرج تحت اندستريال مايكروبيولوجي ابليكيشن. الفكرة العامة عندنا ان الميكروبس بيعمل لي various human disease، ولكن فيما بعد لقينا ان many microbes responsible for beneficial process زي اللي موجودة في الاندستريال fermentation production of alcohol او الفينيجر الخل او organic acids، الديري برودكتس، الانتيبيوتيك برودكشن، الانزيم برودكشن، السنجل سيل بروتينز. الاندستريال فيرمنتيشن طبعا الايقونه بتاعه الفيرمنتيشن زي ما انتم شايفين ان هي عباره عن حاجتين، حاجه منهم اللي بيبقى موجود فيها السبستريت وتطلع فقاعات او بابلز وتروح للمكان التاني علشان يدي البرودكت. اوريجينالي الفكره العامه للفيرمنتيشن ان هي عباره عن بابلنج اوبزيرفد، يعني فقاعات طالعه نتيجة لأن الشجر أو الستارشي ماتيريال underwent transformation to yield الالكوحوليك بيفرج، يبقى هيستهلك الشجر أو الستارشي ماتيريال ويحولها لمشروب كحولي. العملية بتتم an aerobic reaction لأن مايكرو أورجانيزم obtain the energy for growth in absence of oxygen، ولكن طبعا فيما بعد هنشوف إن في بعض العمليات بتحتاج إلى الأكسجين. الريت اوف فيرمنتيشن هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على الكونسنتريشن اوف المايكرو اورجانيزم، السيلز، السيلولار كومبوننتس، الانزيمز، التمبريتشر والبي اتش. والايروبيك فيرمنتيشن اوكسجين لو انا العمليه بتاعتي بتحتاج اكسجين او لا. طبعا الشغل بتاعي او الفيرمنتد برودكتس اللي انا بطلعها كابليكيشن في عمليات الفود او في الاندستري في المصانع. نقطة مهمة بالنسبة لي ان انا في عندي two uses of fermentation media، عندي استخدامين للفيرمنتيشن ميديا. الاستخدام الاولاني اسمه gross media والتاني اسمه fermentation media. بالنسبة للجروس ميديا contain low amount of nutrient، بيحتاج إلى نسبة صغيرة من الغذاء له، بيبقى useful علشان بيعملي creating raw material المادة الخام for further fermentation process. لكن الفيرمنتيشن ميديا هتحتاج high amount of nutrient ومهمتها ان هي creating final product using fermentation. يعني مثلا لو انا بعمل gross of yeast الخميرة احتاج 1% من الكربون سورس عشان اقدر اعمل لها عملية النمو، لكن في خلال عملية fermentation of alcohol لو انا عايز الخميرة دي تطلع لي end product زي مثلا ايثانول يبقى هحتاج ل 12 ل 13% من الكربون سورس عشان تقدر تطلع لي هذا الend product. عندي في two types of fermentation media in industry، في المصانع في عندي نوعين من ال fermentation media، synthetic media وال crude media. بالنسبة لأول واحد اللي هو ال synthetic media هو عبارة عن ايه او useful in the field of research، في العمليات اللي هي الأبحاث العلمية بقدر استخدم ال synthetic media. الغرض منه او هو فائدته في ايه؟ في controlling الجروس واليد of product in a lab environment we determine the metabolic pathway used in the synthesis of products. في
في عنده ادفانتج وديس ادفانتج. المزايا بتاعته ان هو ليك سورس اوف بروتين اند بيبتايد، نو فوم فورميشن، ما بيكونش رغوه موجوده على سطح الميديا بتاعي. التشانس اوف كونتامينيشن، عمليه ان يبقى في عندي شوائب بتبقى فيري ليس. البرودكت ريكفري از ايزير بيكوز ذا السينثيتك ميديا كونتين بيور كومبوننت. الديسادفانتج بتاعته ان هو الميديا بتاعته بتبقى فيري اكسبنسيف، غالي جدا، وبالتالي مش هيبقى مناسب لعملية الفيرمنتيشن، لان عملية الفيرمنتيشن بتعتمد على ان هي تكون ايكونوميك، اقتصادية، وبروفيتابل، يعني مربحة. الكرود ميديا واللي احنا نعتمد عليها في الشغل بتاعنا هي عبارة عن ميديا بتستخدم في الاندستريال سكيل فور فيرميشن بروسيس، بتحتوي على رف كومبوزيشن اوف ميديا ريكوايرد فور فيرمنتيشن. مادة خام بتستخدم في عمليات الفيرمنتيشن، طبعا تديني هاي ييلد اوف برودكت، بتحتوي على هاي ليفل من النيوترنت والفيتامين، البروتين، جروس فاكتور، انتي فومينج ايجنت، وبريكرسورز. not contain toxic substance، لازم لا تحتوي على toxic substance، لان هي التوكسيك سبستانس دي ممكن تعمل افكت على الجروس اوف بكتيريا وبالتالي اليلد اوف برودكت. يبقى اذا عمليه الفيرمنتيشن بروسيس هتعتمد على ايه؟ اول حاجه الفيرمنتيشن اورجانيزم، نوع المايكرو اورجانيزم بتاعي سواء كان ييست، بكتيريا، فانجاي، ايا كان نوع بتاعه. الفيرمنتيشن ميديا، الوسط بتاعي، والفيرمنتور، الجهاز اللي انا بحط فيه المايكرو اورجانيزم مع الميديا عشان يديني البرودكت. مهم جدا بالنسبه لي ان عمليه الفيرمنتيشن ميديا او الميديا الوسط بتاعي لازم يكون استرلايزيشن، يكون معقم او استرلايزد، دي نقطه مهمه بالنسبه لي. طيب لو نوت استرلايزد ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه ان الميديا كان بي كونتامينيتد، هيحصل كونتامينيشن او هيتكون شوائب في الميديا، بعد كده هيؤدي الى lower yield of product، يعمل نقص في الانتاج بتاعي، inhibit البرودكت senses، ممكن يعمل تثبيط لعملية البرودكت اللي انا عايز اطلعه، alter البرودكت، ممكن يديني مركب تاني انا مش عايزه ويلغي المركب اللي انا عايز اطلعه، وبالتالي الايكونوميك هتبقى loss. الميديا اوف اندستريال فيرمنتيشن